السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة نقدم لكم وصفة خصيصا بالنسبة للأخوات اللي كيجربوا الوصفات الطبيعية الخاصة بالزيادة في الوزن وما كيتزاد لهمش في الوزن ديالهم. في هذه الحالة كاين شي سبب علاش ما كنستافدوش من التغذية ديالنا؟ كما كنقول لكم ديما كاين مشكل، وكاين بعض الأخوات ما عندهمش الإمكانيات باش يتوجهوا عند الطبيب باش يعرفوا شنو هو المشكل. واليوم في هذه الحلقه غادي نوريكم هذه الوصفه هذه اللي غادي تساعدكم باش تستافدوا من الوصفات الطبيعيه ديال الزياده في الوزن. بحال مثلا الا كنتو كتعانيوا من الديدان ولا مشكل في الجهاز الهضمي كيمنع من الاستفاده من التغذيه ديالكم، يمكن لكم تجربوا هذه الوصفه التقليديه اللي هي من التراث الشعبي. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه وصفات امينه لاول مره كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. نرجعوا نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم. هذه الوصفه هذه كانوا كيستعملوها ناس زمان، كتستعمل غير 7 ايام فقط، من بعد غادي تجربوا الوصفه اللي بغيتوا، اي وصفه طبيعيه حبيتوا. المهم اخواتي، قبل ما تجربوا اي وصفه للزياده في الوزن ولا تناولوا اي دواء من الصيدليه للزياده في الوزن، بكل بساطه استعملي اختي هذه الوصفه هذه مده 7 ايام. من بعد ما تجربي هذه الوصفه هذه هذه الوصفه هذه اللي قدمت لك اليوم، غادي توقفي على استعمالها مده 7 ايام فقط، ومن بعد جربي اي وصفه بغيتيها ولا تناولوا اي دواء نتوما بغيتو من الصيدليه اللي غادي يزيد لكم في الوزن. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجوا فيها حبه بصل وحده تكون صغيره، حبه بصل واحده تكون صغيره هذا بالشكل اخواتي. لما كانش عندك هذا البصل الصغير غادي تاخدي بصله وحده كبيره، غادي تاخدي غير النصف ديالها. وغادي نحتاجوا في المكون الثاني التمر، 7 حبات من التمر ولا 3 حبات من التمر، داكشي اللي قدرتي عليه اللي قدرتي تناوليه تناوليه اختي، 7 حبات من التمر ولا 3 حبات من التمر. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي تاخدي اختي هذا البصل هذا، غادي تفكيه في الحكاكه ديال المطبخ باش تحصلي على العصير ديال البصل. هذا العصير ديال البصل غادي تضيفيه بواحد الكاس ديال الماء يكون كبير شي شويه، وغادي تخلطي اختي الماء مع العصير ديال البصل حتى يتخلطوا مزيان هاد المكونات، العصير ديال البصل مع الماء. ومن بعد اختي غادي تشربي هذا المشروب هذا، غادي تشربيه على الريق بشكل يومي مده 7 ايام، شربيه في خطره واحده اختي، حيت كاينين بعض الاخوات اللي ما غاديش يقدروا يشربوا هذا الماء اللي فيه العصير ديال البصل، وني اختي صبري وشربيه باش تخلصي من هذا المشكل هذا وتبداي حتى تستافدي من الوصفات الطبيعيه. جربي اختي وشربيه، راه العصير ديال البصل كيكون فعال بزاف، غادي يخلصكم بزاف ديال المشاكل الصحيه، وخصوصا الا كنتو كتعانيوا من الديدان. فتصبح اختي ملي غادي تشربي هذا المشروب ديال عصير البصل مع الماء، غادي تبعي 7 حبات من التمر ولا 3 حبات من التمر، تناوليهم اختي معاه حسب داكشي اللي قدرتي عليه اللي بغيتي تناولي. بعد اختي ما غادي تناولي هذه الوصفه هذه ديال المشروب مع التمر، ما غاديش تفطري تمتم، هذيك الساعه غادي تسناي واحد المده ديال 2 ساعة على الاقل ولا 1.5 ساعة الا ما قدرتيش تسناي بزاف. اللي غادي تاخدي وجبه الافطار ديالك، غادي تبي اختي هذه الوصفه هذه، العصير ديال البصل مخلط مع كاس من الماء يكون كبير شويه، مع 7 حبات من التمر ولا 3 حبات من التمر بشكل يومي على الريق لمده 7 ايام. هذه الطريقه هذه فعاله بزاف. من ما غادي تجربي اختي هذه الوصفه هذه، غادي تداومي عليها مده 7 ايام، وغادي تحسي بواحد الراحه كبيره، وحتى الشهيه ديالتك غادي تلاحظي باللي تفتحات ليك الشهيه، وغادي تبداي تناولي الطعام ديالك بشكل عادي. المهم اخواتي، غادي ناخذ هذا البصله ديالتي غادي نحكها في الحكاكه في المبشره تكون بهذا الشكل اختي، تفكيها وغادي توضعيها في واحد الكاس وتصبي عليها الماء، كاس من الماء، الماء العادي اللي كنشربو كما كتشوفوا معايا دابا. صافي اختي، قلت لك غادي تبي هذه الوصفه هذه لمده 7 ايام، غادي توقفي على استعمالها، ومن بعد غادي تستعملي اختي اي وصفه طبيعيه اللي حبيتي، خاص غير الى تبعتي الوصفه الطبيعيه خاصك تساعديها بتغذيه تكون صحيه، خاص الحاله النفسيه تكون مستقره باش تستافدوا من اي وصفه طبيعيه وتعطيكم النتيجه اللي بغيتو. هذه الوصفه هذه خصيصا بالنسبه للاخوات
لما كيستافدوش من الوصفات الطبيعيه. هذه الوصفه هذه ديال اليوم وصفه تقليديه شعبيه. الا بغيتي تغلاضي اختي وبغيتي تزيدي في الوزن ديالك، خاصك تعالجي المشكل الصحي اللي عندك اولا. ديما الوصفات الطبيعيه كيبغيو المداومه وشويه ديال الصبر. المهم اخواتي، كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم كنتمنى منكم تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. المهم اخواتي، كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم اللي غادي تساعدنا باش نستافدوا من التغذيه ديالنا ومن الوصفات الطبيعيه. هذه الوصفه هذه تبعوها اخواتي لمده 7 ايام، ومن بعد توقفي اختي وتبعي الوصفه اللي بغيتي ولا اي دواء خاص بالزياده في الوزن اللي غادي تكوني اختي خديتيه من الصيدليه. كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم باش تحموا الفائده وكاع الاخوات يستافدوا من هذه الوصفه هذه. جربوها اخواتي وردوا لي الخبر، والى حلقه اخرى والى اللقاء.